السلام عليكم ورحمه الله، ارحب بكم مشاهدينا الكرام في مستهل هذه الحلقه من الاجنده. في اجنده هذا الاسبوع اليمن حضور الحرب وغياب السلام. مسؤوليه احزاب المعارضه اليمنيه تجاه ما يجري. واخيرا فشلت محادثات السلام او الجوله الثالثه من محادثات السلام التي عقدت في الكويت بعد جولات وصولات بين وفدي الحكومه والشرعيه وبعد طول انتظار من المراقبين والمواطنين والمعنيين بهذه القضيه فشلت المفاوضات وهذا أمر متوقع كما توقع الكثير لأن هذا يأتي وفق منطق الأشياء منطق الأشياء الطبيعية الذي يقول أن من يؤمن بمبدأ القوة لا يمكن أن يؤمن بفكرة السلام الميليشيا والجماعات التي جاءت عبر القوة لا يمكن أن تغادر عن طريق الحوار ما أخذ بالقوة لا يسترد بالحوار يمكن اختزال المشهد اليمنى الان في ثلاث عبارات اساسيه على المستوى السياسي هناك مراوحه في المكان على المستوى الاقتصادي هناك تراجع كبير في الاقتصاد المحلي وفي الاوضاع المعيشيه للناس وعلى المستوى العسكري الحرب مشتعله في مختلف الجبهات وهناك تقدم للشرعيه والمقاومه الشعبيه بمسانده طيران التحالف العربي على اكثر من جبهه. السلام الذي غاب هذه المره كما قلنا كان امرا طبيعيا ان يغيب لان هذه الجماعات الانقلابيه لا تفكر في السلام والسلام ليس من ادبياتها ليس مفرده حاضره في تربيتها في نشاتها في ايديولوجيتها وعقيدتها السياسيه على الاطلاق هذه الجماعات نشات وترعرعت في ظل مبدا القوه والغلبه واستخدام العنف. والجماعات التي من هذا النوع هي بطبيعتها تفكر بطريقه اجراميه لا بطريقه مدنيه. الجماعات ذات الطابع الاجرامي لا يمكن ان تفكر في السلام ولا يمكن ان تفكر في التعايش لان السلام بالنسبه لها هو لحظه ضعف والتعايش يعني يستحق السخريه اكثر مما يستحق الاحترام، هذه المفردات كما قلنا ليست جزءا من ادبيات هذه الميليشيا، وهو ما يدفع بالبلاد الى هاويه الحرب مره اخرى، وقد بدات قد بدات الحرب وربما بدات معركه الحسم بالنسبه للشرعيه. المجتمع الدولي ادى ما عليه. الحكومة الشرعية أدت ما عليها الناس قدموا من التنازلات ما يكفي لدفع هذه الميليشيا الانقلابية إلى القبول بخيار السلام لكنها لم تجنح للسلم كما هي عادتها كان الجميع يدرك حقيقة أن الميليشيا لن تجنح للسلم الجميع المجتمع الدولي يعرف ذلك الحكومة الشرعية تدرك ذلك التحالف العربي يدرك ذلك، لكن الذي حصل ان اللاعبين الكبار في المجتمع الدولي او غرفه العمليات الدوليه كما اسماها رئيس تونس السابق المنصف المرزوقي، هذه الغرفه رات انه من الممكن اعاده توظيف الميليشيا الانقلابيه اما لتحقيق اهداف اقتصاديه مثل تنشيط مصانع السلاح الكبرى او لاهداف سياسيه لاعاده ترتيب المنطقه وفقا لما تقتضيه مصالح الدول الكبرى ذات النزعه الاستعماريه ونزعه الهيمنه او لاهداف بين قوسين نسميها تربويه ترغب في اعاده تربيه شعوب هذه المنطقه الشعوب التي تفكر خارج الدائره وخارج الصندوق الشعوب التي بدأت تفكر في حريتها بشكل جدي والتي بدأت تفكر في كرامتها وبدأت تفكر في ارساء التنميه وارساء الديمقراطيه. هذه الشعوب كان ينبغي ان تؤدب لانها اصبحت تفكر خارج المسموح به. بدأت تقرأ خارج النص. هذا كله إعادة تربية هذه الشعوب وإيصالها إلى حالة من ال 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 الياس في مجيء الدولة الديمقراطية والحياة الكريمة، دفع هذه الشعوب إلى إلى نقطة اليأس، هدف مقصود المراد منه الإبقاء على الأنظمة الدكتاتورية التي تحمي المصالح الغربية في المنطقة وتحمي إسرائيل تحديدا على وجه التحديد. إذا كان الجميع يتوقع أن تقوم أن يقوم المجتمع الدولي بما عليه إزاء هذا التعنت التي الذي أبدته الميليشيا لكن ذلك لم يحدث فشلت المفاوضات وكان المتسبب في فشلها هو هذا الطرف الانقلابي ومع ذلك الأمم المتحدة ومبعوث المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لم يعلن كما كان منتظرا منه عن الطرف الذي تسبب في عرقله المحادثات ودخلنا في حاله انتظار وترقب لما يمكن ان يسفر عنه هذا الفشل واذا بنا امام اكثر من خطوه واكثر من تحرك سواء على المستوى الانقلابيين او على مستوى الشرعيه هناك في صنعاء سلطه الامر الواقع لجات الى حيلة جديده وحركه جديده داخل المربع الضيق المسموح لها وإذا بهم يعلنون عن تشكيل مجلس سياسي يقوم بإدارة المناطق المسيطر عليها وكخطوة أولى في اتجاه خطوات عديدة لسحب الشرعية من قبل الحكومة الشرعية من ضمن هذه الخطوات استدعاء مجلس النواب لعقد جلسة طارئة للقيام ب مجموعة إجراءات منها كما يتوقع بعض المحللين سحب الشرعية من الرئيس عبد منصور هادي هذه الخطوة التي ننتظرها اليوم ننتظر أن لا ستسفر عنه اليوم إذا حصل انعقاد هذه الخطوة ربما فجرت الموقف من قبل الطرف الآخر اللي هو الشرعية التي خرج نائب رئيس وزرائها الأستاذ عبد الملك المخلافي يدين هذه الخطوة من قبل الميليشيا ويعتبرها خروج عن النص خروج عن المتفق عليه ومخالفة صريحة لمقررات الأمم المتحدة والمبادرة الخليجية وغيره من المرجعيات التي قام عليها الحوار في الفترة الماضية الأمم المتحدة أيضا أبدت أو بعض الدول الكبرى ابدت نفس الاعتراض وقالت ان هذه الخطوه خطوه تشكيل مجلس سياسي تعد مخالفه لمرجعيات الحوار ومقرراته المتفق عليها منذ جنيف واحد إلى جنيف اثنين الى الكويت. في كل الاحوال هذا هذه خطوات متوقعه والناس ينتظرون خطوه من قبل الشرعيه على صعيد الجبهه العسكريه اكثر مما ينتظرون شيئا على مستوى السلام لان الناس وصلوا الى حاله من الياس في ان تجنح هذه العصابه الى السلم السؤال اذا الى اين نحن ذاهبون كل المؤشرات تقول اننا ذاهبون الى حاله حسم عسكري هذا ما تقوله طائرات التحالف التي تقصف ليلا ونهارا في اكثر من مكان واكثر من جبهه هذا ما يقوله دوي الانفجارات في مناطق نهم وفي صنعاء وهذا ما يقوله المقاومون والمراقبون كل الدلائل تدل على اننا ماضون الى حاله حسم عسكري ليس بالضروره يعني على الطريقه التقليديه بدخول صنعاء كما يعتقد البعض لكن يكفي ان يحدث تطويق يسقط العصابه داخل العاصمه بطريقه او باخرى. حاله التطويق هذه اصبحت واضحه، هناك جديه، هناك يعني عمليات عسكريه واسعه كما قلنا في شمال صنعاء، وهناك ايضا عمليات عسكريه في تعز وفي الحديده وفي اكثر من مكان. وهناك خطوات من قبل الأمم المتحدة أو خطوة من قبل الأمم المتحدة نفسها في إشارة تدل على أن عملية الحسم أو معركة الحسم قد بدأت الأمم المتحدة توجه بنقل موظفيها من العاصمة صنعاء إلى عدن السعودية تتجه إلى عقد صفقات سلاح كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية ومعالج روسيا من ناحية أخرى هناك ما يشبه الاعلان من قبل بعض القيادات الحزبيه عن الدخول في حالة في حالة الحرب وهذا الكلام الصريح الذي قاله رئيس هيئة الاركان للجيش الوطني قال انهم داخلون في معركة تحرير شامله للبلد من العصابة الانقلابية التي سطت على الدولة وعلى اغتصبت حقوق الناس حقوق اليمنيين في كل الاحوال يعني مهما يكن مهما تكن هذه المؤشرات صادقه في الدلاله على حسم عسكري يعني نحن مقتنعون الناس طوائف كبيره من الناس لديها ايمان ويقين بان هذه العصابه الى زوال وبان المستقبل لليمنيين للشراكه اليمنيه للشراكه شراكه اليمنيين في السلطه لدوله ديمقراطيه دوله مدنيه هذه الامور اصبحت يعني محل اتفاق ومحل اطمئنان لدى قطاع كبير من الناس لماذا لانه توفر لنا في اليمن ما يتوفر عاده للثورات الكبيره وهو وجود كتله تاريخيه اجتماعيه راغبه في التغيير ولديها حزيمه على التغيير لا يشترط كما نقول دائما ان يكون يكون الجمهور كله متفق على إرادة التغيير، لا يشترط أن يكون أن تكون الأمة كلها راغبة في التغيير لأنه بالتأكيد الأكثرية ليست في صف الثورة، ليس هناك ثورة في التاريخ انحازت إليها الأكثرية، الثورات وإرادات التغيير إلى الأفضل كانت دائما خيار النخب الراقية والواعية، لكن نحن في اليمن ولله الحمد لم يعد هذا الخيار خيار نخبة سياسية أو ثقافية، أصبح خيار الكتلة التاريخية بالكامل موجودة وهذا شرط اساسي في التغيير، هذه الكتلة التاريخية كما نسميها لديها كل عناصر القوة وعناصر الغلبة سواء على مستوى على المستوى الاخلاقي وهو شرعية يعني قضيتها او على المستوى العسكري من امتلاكها لجيش وطني مدرب وإرادة مقاومة صلبة وغطاء عسكري من قبل الأخوة العرب إذا عناصر القوة الكاملة موجودة بيد الشرعية وهي في كل يوم إلى تقدم وإلى نماء في حين أن الطرف الآخر الطرف الانقلابي كل يوم وهو في حالة ضعف وهذا أمر طبيعي لأنه في حالة حصار ومهما كان كانت ممارساته ومهما كانت دعايته ومهما كانت بهلوانياته الا انه في النهايه يدرك قاده قاده الانقلاب يدركون انهم يعيشون يعني لحظاتهم الاخيره فاما ان يمدوا يد السلام بصدق لليمنيين ويقبلوا بشراكه كافه ابناء هذا الوطن في اعطائهم حقوقهم في في المجال السياسي ومجال الشراكه الاقتصاديه والا فانهم سيتحملون عاقبه هذه العقيده الاقصائيه وهذه العقيده العنصريه وهذا الجبروت والذي يمارسونه والذي يظهرونه تجاه الام الناس واوجاعهم. العصابه الحاكمه في صنعاء لا تهتم لامر الناس لان لان الناس ليسوا يعني لم يكونوا في يوم من الايام جزءا من اهتمامها. هذه العصابه لا تفكر الا في مصلحتها، لا تفكر الا في الاحتفاظ بمكتسباتها او في احلامها المثاليه اليوتوبيه ولا تفكر ابدا في معاناه الناس. حاولت الحكومه الشرعيه ان تقدم من التنازلات الشيء الكثير في سبيل الحفاظ على ما تبقى من مكتسبات البلد والدوله وفي سبيل يعني الحفاظ على دماء الناس وتجنيبهم المزيد من 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 القتل وسفك الدماء الا ان هذه العصابه التي لا تجيد غير القتل رفضت الجنوح للسلم. الان نحن امام خيارات صعبه الناس يتركبون ما ستسفر عنه الايام القادمه وفي نفس الوقت يتركبون خطوات المجتمع الدولي الذي يبدو أنه قد بدأ يسحب الغطاء من على هذه العصابة بدليل كما قلنا أنه التوجيه توجيه الأمم المتحدة بسحب موظفيها من العاصمة صنعاء إلى العاصمة عدن هذا فيه إشارة إلى أن المجتمع الدولي بدأ يرفع الغطاء عن هذه العصابة في صنعاء ويبدو أننا سننتظر الأيام القادمة لمعرفة ما ستسفر عنه ونسأل الله أن يكون يعني آه القادم خير من الماضي ونحن لا نتمنى الحرب ولا نتمنى المزيد من الدماء بقدر ما نتمنى أن تجنح هذه العصابة للسلم والقبول بشركاء الوطن والقبول بعودة الحقوق إلى كافة اليمنيين هذا ما ننتظره ونحن نتحدث عن كتله التغيير الكتله التاريخيه للتغيير في اليمن ونتحدث عن حلم الدوله المدنيه الديمقراطيه يتصور البعض اننا نتحدث عن حكومه الرئيس عبد منصور هادي وهذا طبعا من سوء الفهم لاننا نتحدث عن حلم لا عن واقع نتحدث عن حلم اليمنيين الذي يمكن ان نبنيه على مدى عشرات السنين وعدد من العقود هذا الحلم يبدا بازاله الدوله العميقه بازاحه الدوله البوليسيه التي تهيمن وتسيطر على مقدرات البلد حلم الدوله المدنيه لا يبدا بتنصيب يعني او باستحداث حكومه جديده في ظل وجود دوله عميقه تهيمن على المؤسسات دوله عميقه تمتلك عناصر القوه المسلحه الجيش الامن المخابرات الخبره هذا كله لا يمكن ان ياتي بدوله عميقه الرئيس عبد ربه منصور هادي وجد في لحظه تاريخيه حساسه مهمتها الانتقال من وضع العصابه الى وضع الدوله من وضع الـ 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 لا دوله الى وضع الدوله اما الدوله الديمقراطيه المدنيه التي نتحدث عنها فهي طريق يمضي فيه اليمنيون جميعا على مدى سنوات هذه مسألة المسألة الأولى مهما كان ضعف الدولة المدنية ومهما ومهما كان قصورها تظل أشرف وأفضل من الدولة العسكرية الدكتاتورية والدولة الثيوقراطية التي تزعم أنها تحكم بالحق الإلهي هذه مسألة لا بد أن يدركها الناس لان غياب الوعي السياسي يجعل الناس يضربون اخماس في اسداس ويتصورون تصورات لا واقع لها نحن نقول انه صحيح هناك قصور لدى الشرعيه هناك جوانب قصور كبيره جدا هناك ماخذ يمكن ان تؤخذ على الشرعيه الان ويمكن ان تؤخذ على الدوله المدنيه فيما بعد لكن هذا كله يهون في سبيل المضي الى دولة مدنية ديمقراطية حقيقية كل هذه الجوانب القصور وكل علامات الضعف في الدولة المدنية التي ننشدها يعني هي افضل بكثير او نقول حسنات مساوئ الدولة المدنية حس يعني افضل من حسنات الدولة البوليسية والدولة العسكرية هذا الامر ينبغي ان يدركه الناس لانه للاسف الشديد الاحزاب احزاب المعارضة تحديدا قصرت في خلق وعي سياسي يبين للناس اهميه وخطوره الدوله المدنيه، اهميه الدوله المدنيه للاجيال للذراري للمستقبل وخطوره الدوله العسكريه دوله المستبد على اجيالهم وعلى انفسهم. بعد عامين من الحرب الاهليه بين الحكومة الشرعية والمتمردين تتهم الحكومة سلطات الانقلاب باستنزاف الاحتياط النقدي الخارجي لليمن وتقول إن الانقلابيين لم يبقوا من هذا الاحتياطي سوى مليار دولار من أصل 4.7 مليار دولار إلى سبتمبر عام 2014 وتخاطب الحكومة أو خاطبت المؤسسات المالية الدولية بتجميد الاحتياط النقد الخارجي ووقف التعامل مع سلطة الأمر الواقع في صنعاء هذه الخطوة تقول الحكومة أنه ما يسمى بالهدنة الاقتصادية أو الحياد المالي قد أوصل البلاد إلى حدود الكارثة لأن سلطة الانقلاب أصبحت عاجزة عن تقديم حتى المرتبات والخدمات الضرورية بعد الاستنزاف الشديد للاحتياطي النقد الداخلي في سبيل دعم المجهود الحربي وجزء كبير من الاحتياط الخارجي في تمويل هذا المجهود الحربي يعني اصبحنا امام ما يشبه الكارثه ووزير الماليه يقول انه ميزانيه الجيش التي تقارب 25 مليار ريال يمني مع ميزانيه الامن التي تقارب 12 مليار ريال يمني كلها تذهب لصالح المجهود الحربي هذا المجهود الحربي الذي يعني تنوعت مصارفه واصبحت بجوار سلاح شراء السلاح شراء الذمم وشراء الولاءات وظهرت على شكل فساد واسع من قبل قيادات الميليشيا والمتعاونين معها عائلات طويله عريضه داخل صنعاء يعني اثريت واصبحت لديها تجاره واصبح لديها سوق سوداء والى اخره. جاءت هذه الرساله من رئيس الوزراء لصندوق النقد الدولي ربما قبيل ذهاب اموال شحنات النفط الموجود في ميناء الضبه. هذه الشحنه كان ينبغي ان يذهب ثمنها الى صندوق النقد الدولي لتعزيز الاحتياط النقد الخارجي. وهذا توقيت مناسب في لهذه الرساله. كذلك وزير الماليه يقول انه هذه الخطوه تاتي ضمن خطوات اخرى لتدشين نقل المركز المالي للحكومه من صنعاء الى عدن وهي الخطوه التي يرى المختصون انها غير ممكنه يشككون في نجاحها لانه كما يقال البنيه التحتيه لنقل الماليه غير جاهزه في عدن. اذا الوضع الاقتصادي ايضا وضع ماساوي الناس ما عادت تحتمل الحرب اكلت الاخضر واليابس الحرب أفكرت الناس أفكرت الناس الفقراء في الأساس والميليشيا يعني كملت على الباقي الناس تنتظر الخلاص ويبدو أن العصابة التي تحكم صنعاء ليس في نيتها أن تخلص الناس من هذه الأزمة بالجنح إلى السلم كما قلنا إذا ينبغي على الجهات الدولية أن تتحمل المسؤولية وينبغي على الحكومه الشرعيه ان تتحمل المسؤوليه تجاه هذه المعاناه الشديده للناس عليهم ان يقدموا على خطوات حاسمه في انهاء هذه الحاله حاله التمرد وحاله الخراب والتيه التي وصل اليها اليمنيون جميعا مشاهدينا الكرام الى هنا نكون قد انتهينا من نقاش ملفنا الاول سنذهب الى فصل قصير نعود بعده لمواصله النقاش في الملف الثاني لا تذهبوا بعيدا. في العرف القانوني لا يتحمل المجرم المنفذ لجريمته لا يتحمل وحده مسؤوليه الجريمه بل يشاركه في هذه المسؤوليه ايضا. المتواطئون معه في الجريمة كما باعتبار أن من أعطى القاتل سكينا فقد شاركه في القتل كما يشاركه أيضا في المسؤولية إلى حد ما ذلك الساكت الذي كان بإمكانه أن يصنع شيئا أن يدفع الجريمة أن يكف ولم يفعل الطرف الذي كان بإمكانه أن ينقذ الضحيه لكنه لم يقم بواجبه هذا الطرف يتحمل جزء من المسؤوليه ومهما كان حكم القانون على هذا الاخير فانه يظل مسؤولا مسؤوليه اخلاقيه وتاريخيه وسياسيه عن تقصيره اذا تحدثنا في مجال السياسه باسقاط هذه المقدمه على ما يجري في اليمن يمكننا القول ان علي عبد الله صالح ومن ورائه العصابة التي حكم بها داخل الدولة وجماعة الحوثي والإماميين الذين وراءها هم المسؤولون المباشرون عن الجرائم السياسية التي حدثت في السنوات الخمس الماضية بحق اليمن واليمنيين وهي جرائم جسيمة بطبيعة الحال جرائم كبيرة واسعة جرائم في حق الوحدة الوطنية في حق النسيج الاجتماعي في حق الاقتصاد في حق السلام في حق الصحة النفسية حتى هي جرائم واسعه لكن المسؤوليه لا تتوقف عند هذه العصابه كما قلنا لانه هناك متواطئون مع هذه العصابه متواطئون على المستوى الاقليمي وعلى المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي هناك ايران التي زودت بالسلاح وبالخبراء وبالنصح وهناك توجيهات بعض الدول الغربيه التي يسرت للميليشيا السيطره على صنعاء في وقت من الاوقات ويسرت اسقاط الدوله وهناك دول اقليميه ساعدت لسبب من الاسباب لكن ما يهمنا هنا هو الحديث عن المستوى الثالث من المسؤوليه اي مسؤوليه الطرف المقصر الذي كان بامكانه على الاقل التقليل من خسائر المواجهه مع النظام الفاسد المستبد ونعني بهذا الطرف احزاب المعارضه السياسيه في اليمن. هذه وقفه سريعه نحاول فيها بيان الخطوط العريضه لتقصير هذه الاحزاب في حق بلدها ومواطنيها على اعتبار اننا يعني نقف هنا موقف النقد والمراجعه والتصحيح الذي ان لم يحدث الان فلا اهميه له فيما بعد. لو أن أحزاب المعارضة اليمنية لو أن أحزاب المعارضة اليمنية قامت بدورها بصورة مثالية ربما ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن وبإمكاننا طبعاً من المقدمة أن نتوقع عدد من التبريرات والدفوعات التي يمكن أن تدافع بها هذه الأحزاب عن نفسها في مواجهة النقد الموجه إليها لكن ليس مطلوباً من الأحزاب أن تتحمل مسؤولية الدولة بطبيعة الحال نحن لا نحاسب هذه الأحزاب على مسؤولية الدولة ومسؤولية النظام الحاكم بالطبع، وإنما نحن نحملها مسؤوليتها الطبيعية كأحزاب معارضة فقط لا غير. فهل تحملت هذه الأحزاب المسؤولية بالفعل؟ جوابنا وجواب الكثير من المراقبين والمتابعين بأنه لأ، هذه الأحزاب قصّرت، قصّرت إلى حد بعيد ويمكننا أن نرصد عدد من من مظاهر التقصير؟ اول مظهر من من مظاهر تقصير الاحزاب تجاه الناس تجاه المواطنين في اليمن هو تقصيرها في ممارسه التبشير بالديمقراطيه. التبشير بالديمقراطيه كعقيده سياسيه لا بديل عنها سوى الفوضى والحرب وانهيار التنميه. الديمقراطيه باعتبارها حل لمشكلاتنا السياسيه. المشكلات التاريخيه المزمنه ومن ورائها بطبيعه الحال معظم مشاكلنا التاريخيه كان ينبغي على هذه الاحزاب ان تقوم بدور تبشيري كبير جدا يعني تبشر فيه بالديمقراطيه وتعرف الناس فيه على الديمقراطيه ما هي ما اركانها ما طبيعتها كيف يمكن ان تنعكس عليهم يعني ما هي مصلحتهم مصلحة الناس العاديين في وجود نظام ديمقراطي كيف سينعكس هذا الأمر على مستقبل أولادهم هذه أمور كان ينبغي أن تكون حاضرة في خطاب الأحزاب السياسية وكما قلت كان ينبغي أن تتبنى الديمقراطية كعقيدة سياسية لا بديل عنها سوى الخراب والهلاك كان ينبغي أن تحذر من دولة العسكر وخطوره دولة العسكر وكيف ان دولة الضباط وجمهورية الضباط تتسبب في خراب كبير في تجهيل الناس في ضعف التنميه في انتشار الفساد في يعني كل اوجه الخراب والفساد التي تعاني منها المجتمعات كان ينبغي ايقاظ وعي المواطنين لهذه المساله بشكل اساسي مظهر اخر من مظاهر تقصير الأحزاب السياسية تجاه المواطنين وتجاه البلد كانت في عدم خلق وعي سياسي كافي بالأساليب المتبعة لدى الأنظمة المستبدة في التحكم بالشعوب والتلاعب بعواطف الناس وعقولهم أساليب الدول ذات الهيمنة في تحقيق مصالحها على حساب مصالح المجتمعات المستغلة الضعيفة وذلك لتحصين الجماهير وحمايتها من الوقوع في حبائل اجهزه المخابرات واجهزه الدعايه والتلاعب بالعقول يعني على سبيل المثال كان ينبغي لاحزاب المعارضه ان تخلق وعي بالاستراتيجيات التي اسماها المفكر الامريكي تشومسكي الاستراتيجيات العشر للتحكم في الشعوب استراتيجيه الالهاء عن طريق الهاء الشعوب عن طريق اختلاق واقع او حادثه تلهيهم عن سياسات ترتبها ترتبها الدوله في الخفاء استراتيجيات خلق المشكله لاعطاء حل يتناسب مع سياسه الدوله او سياسه النظام استراتيجيات كثيره واساليب كثيره لدى النظم المستبده لإلهاء الناس والتحكم في الشعوب، كان ينبغي أن تشتغل هذه المح... المعارضة على هذا على خلق نوع من على خلق وعي من هذا النوع. كذلك قصرت أحزاب المعارضة في تكوين وعي سياسي كافي لدى المواطنين عن مفاهيم الدولة وما هي الدولة يعني؟ وما الفرق بينها وبين الحكومة والمعارضة وما هي التنمية؟ وما هي بنية العالم من حولنا يعني الناس لا يدركون وظيفة مؤسسات مثل الأمم المتحدة ولا مؤسسات مثل المجلس الأمن مجلس الأمن الدولي ولا وظائف المؤسسات التابعة للأمم المتحدة مثل اليونيسف واليونسكو وما شابه ذلك كان ينبغي لأحزاب المعارضة أن تخلق وعي بوظائف هذه المؤسسات وآليات الأمم المتحدة حتى يست... يتسنى للناس وللمواطن السياسي فك شفره الخطاب السياسي ويتسنى له ايضا ادراك عواقب سلوكه السياسي حين يناصر هذا الحزب او ذاك او يناصر هذه السياسه او تلك كذلك من مظاهر التقصير تقصير الاحزاب السياسيه احزاب المعارضه السياسيه في اليمن وربما في الوطن العربي برمته التقصير في اقناع الناس بكونهم بديل مناسب للحزب الحاكم الفاسد المستبد احزاب المعارضه ظلت تتحدث عن فساد الحاكم واقنعت الناس الى حد كبير بان هذا الحاكم فاسد ومستبد وانه تسبب في تحويل حياتهم الى جحيم استطاعت اقناع الناس بذلك او اقناع شريحه كبيره من الناس بهذه المعاني لكنها لم تستطع إقناع الناس بأنها مؤهلة لخلافة هذا النظام الفاسد لم تستطع إقناعهم بوجود خبرات وكفاءات بشرية لدى هذه الأحزاب لم تستطع إقناعهم بأنها تمتلك من المؤسسات الاحترافية ما يجعلها قادرة على يعني خلافة الحاكم الفاسد على سبيل المثال هذه الأحزاب لم تكن تمتلك مراكز دراسات وبحوث محترفة تقوم بدراسة الواقع دراسة عميقة وتتنبأ بالمستقبل وتضع الخطط لمواجهات هذا المستقبل فلا يفاجأ الحزب بأي سلوك سياسي ولا يفاجأ بأي نتيجة يعني اكتشفنا أن الأحزاب السياسية كانت تتعامل وفق قاعده يومك عيدك. لا يوجد مراكز دراسات وبحوث او بالاصح لا يوجد مراكز دراسات وبحوث محترفه فاتحين دكاكين احيانا يسموها مراكز دراسات وبحوث دكاكين ليس فيها باحثين محترفين ليس لديها امكانات كافيه لدراسه الواقع المحلي والواقع الاقليمي والواقع الدولي وتقديم نصائح كافيه لقيادات الأحزاب والمؤسسات الحزب على اعتبار أن الأحزاب لديها مؤسسات بطبيعة الحال وهذا أيضا يعني عشان إبليس في الجنة لأنه يبدو أن أحزاب المعارضة السياسية في اليمن لم تكن تمتلك ثقافة مؤسساتية كان لديها مؤسسات بالطبع لكن هذه المؤسسات لم تكن فاعلة لم تكن لم تكن بدورها كما كان ينبغي هذه هذه اشكال كثيره جدا من التقصير ويمكننا ايضا ان نرصد اشكال اخرى. قلنا ان تقصير احزاب المعارضه السياسيه تجاه المواطنين في الفتره الماضيه كان كبيرا. وقلنا انه المواطن العادي الذي ممكن نسميها المواطن السياسي لم يكن يدرك ابجديات العمل السياسي، لم يكن يدرك حتى يعني الفروق البسيطه بين الدوله مفهوم الدوله ومفهوم الحكومه ومفهوم النظام السياسي ومفهوم المعارضه هذه الامور لم تكن حاضره لدى كثير من الناس كانوا في حاله غيبه وصحيح هذا هذه مسؤوليه تقع على كاهل الحكومه في المقام الاول لكن احنا بنتكلم عن غياب للحكومه غياب لمؤسسات الدوله لم يكن لدينا دوله ذات مؤسسات بقدر ما كان لدينا يعني عصابه حاكمه كذلك من مظاهر التقصير لهذه الاحزاب احزاب المعارضه تجاه المجتمع انه هذه الاحزاب لم تشتغل على كوادرها لم تشتغل على كوادرها بحيث يعني تدفع بهم باتجاه وعي سياسي ناضج بل دخلت أو أدخلتهم، أدخلت هذه الكوادر في صراع بطابع إدلوجي بدلاً من أن يدخلوا في صراع بطابع برامجي حين نشأت هذه الأحزاب أو بعض هذه الأحزاب كانت نشأتها إدلوجياً لم تكن تفكر، لم يكن من أهدافها الأساسية خلق تنمية والدعوة إلى دولة ديمقراطية مدنية بقدر ما كان لها مشاريع إدلوجية أخرى هذه المشاريع الايديولوجيه او هذه الافكار الايديولوجيه ظلت حاضره في الوعي الجمعي لكوادر الاحزاب مع ان هذه الاحزاب قد قطعت شوط يعني يعني لا باس به يعني طورت من ادائها قليلا طورت من خطابها قليلا الا انه ظل الوعي القديم حاضر انه احنا حزب له ايديولوجيه خاصه الناس يفكرون في الخلافه وبعضهم يفكر في مشاريع الامميه وفي حين ان كان ينبغي ان يكون الوعي الحاضر لدى كوادر وعناصر الاحزاب هو وعي الدوله المدنيه الدوله الديمقراطيه ومشروع التنميه هذا ما كان ينبغي ان يحضر طوال الفتره الماضيه ونحن بامكاننا ان يعني نقارن بين جهود هذه الاحزاب وبين جهود شباب بسيط قدم حاول حاول يقدم يعني صوره لاهميه السياسه في حياه المواطن العادي المواطن الذي يقول بين يعني آونه واخرى انا لا اتدخل في السياسه ولا اريد ان اتدخل في السياسه والسياسه النجاسه لكنه من يوم ما يصحى من الصبح الى نهايه الليل وهو وهو يعمل بدون وعي في السياسة يعترض على برامج معينة ويشتكي من ظروف معينة كلها لها علاقة بالسياسة سننظر إلى هذا هذه الفكرة هذه المادة التي أنتجها شباب حاولوا فيها أن يقدموا للمواطن البسيط باللغة المصرية طبعا مفهوم السياسة وإلى أي مدى هو متوغل في حياة الناس البسطاء بدون أن يدركوا نشاهد كيف يمكن لمادة مثل هذه أن تخلق وعي في حين يستطيع حزب طويل عريض أن يقدم يعني جهود من هذا النوع متابع لا ولا هذا مزيكا نعم أنت تفهم في السياسة أفهم في السياسة أنا الشعب اكيد كلنا حوالينا ناس بيقولوا يا عم مالناش دعوه بالسياسه خلينا ناكل عيش السياسه دي اصلا حاجه نكس احنا عايزين نمشي جنب الحيط ونربي عيالنا هو انت هتفهم احسن من الناس اللي ماسكين البلد ونفس الاشخاص دول تلاقيهم بيتكلموا عن غلاء الاسعار وازاي العيشه بقت صعبه في البلد ومفيش شغل وكله نفسه يهجم من البلد ان شاء الله يرمي نفسه في البحر واللي بيشتغل منهم مرتبه مش مكفيه واللي عايز يتجوز مش قادر على مصاريف الجواز وقاعدين على القهوه بيقولوا حماده اشتغل عشان عنده واسطه وابن عم اتقبل في الشرطه عشان ابوه ضابط وابن خالتهم جايب مقبول وبقى مستشار عشان ابوه قاضي والسياحه اتضربت والارهاب مالي سينا هتلاقيه بيسف على تسريب الامتحانات الثانويه العامه وبيلعن المنظومه التعليميه الفاسده ولا المستشفيات الحكوميه اللي خدمتها زي الزفت وفيها قطط وتعابين وبتروح تتعدي وتتبهدل كمان وبيتكلم على الكهرباء والميه اللي بيقطعوا لي النهار والطرق مكسره ومش نظيفه والبلد بتغرق في شبر ميه كل شتاء ومصالح الحكوميه مش بتمشي غير لما يجيب اختام من 200 حته ويصبح على مدام نوال ب 20 مية. طيب يعني انت شايف كل ده وعايشه كل يوم ولسه بتقول انا ماليش دعوه بالسياسه لسه مش شايف ان اللي بيربط كل ده ببعضه هو اصلا السياسه والمنظومه السياسيه طب تعالى نتكلم يعني ايه السياسه الاول اصل المصطلح في اللغه العربيه جاي من وهو معناها ان يقود ويدبر الراعي اللي هو رجل السياسه رعيته ويعني بالبلدي كده ان السياسي ياخد القرار المناسب في الوقت المناسب اللي بيصب في مصلحه الشعب طبعا الموضوع ده وراه حاجات كتير معقده من اول ايديولوجيه السياسي صاحبنا ده لرؤيته وخطته الاقتصاديه وشبكه المصالح المحليه والتحالفات الدوليه وايه اللي بيطمح في تنفيذه والاهم من كل ده قدرته على التنفيذ على ارض الواقع أيوة طلعت السياسة وقرارات السياسيين اللي انت بتقول مش هماك وبطلت تتبعها بتحدد الأسعار ومرتبك وفرصة العمل اللي بتوفّر لك ونظام التعليم لأولادك والرعاية الصحية والبنية التحتية وقرارات الحرب والسلام ومين حبيبنا ومين عدونا مش بس كده ده هي اللي بتحدد حقوقك وواجباتك وهل تقدر تاخد حقك من الكبير والصغير ولا هي ماشية بدراع هذه كانت مجرد عينة أردنا أن نقول من خلالها أنه كان بإمكانكم أيتها الأحزاب السياسية أن تشتغلوا من هذا النوع من الشغل على جمهوركم كان بامكانكم ان تخلقوا وعيا سياسيا يعصمهم من الوقوع في حبائل النظام المستبد والجماعات الجماعات ذات المشاريع الضيقه المشاريع الماضويه الرجعيه كان بامكانكم ان تصنعوا ذلك لو كان لديكم قليل من الخبره والتخطيط والاراده. اعزائنا المشاهدين الى هنا ناتي الى ختام هذه الحلقه نرجو أن نلقاكم في حلقة جديدة في أوقات طيبة في أمان الله وحفظه